أهلا وسهلا فيكم. اليوم راح نحكي عن برنامج بيكس آرت. راح نحكي عن أهم النقاط اللي ممكن نستخدمها نحن كمصورين فوتوغرافيين. أكيد ما راح أحكي عن البرنامج كامل لأنه برنامج واسع جدا، فراح أحكي عن فقط النقاط اللي ممكن نستفيد منها نحن كمصورين. راح بلش بالإيديت، الإيديت اللي راح نشتغل عليه اليوم. نختار الصورة. أول شي عنا القوائم من تحت اللي راح نشتغل عليها، التول، عنا النقاط اللي ممكن التول. الصف الأول اللي هو الكروب. الكروب الأول هو إنك تقص الصورة حسب، فيك تقصها بأبعادها، تغير الأبعاد، أو فيك تعدل على الأبعاد كيف أنت بتحب. عنا من تحت شريط تغيير الميلان، تعديل الميلان أو تعديل الأفق. الخيار اللي بعده رح نستعمل الكلون. الكلون هو إنك تشيل شيء محدد من الصورة، مثلا إذا حابب تشيل الحذاء الأبيض فينا نحدد مثلا على الأرض، بعدين نمسح الحذاء ببساطة، بيعطينا تأثير، بيعطينا نتائج احترافية. الخيار اللي بعده هو الريسايز والتلت شيفت، نحكي أول عنه. هو نوع من أنواع التصوير بحيث يبرز الأجسام الحقيقية على أنها أجسام مصغرة أو أجسام غير حقيقية. على سبيل المثال أحيانا نشوف صور لسيارات من على مبنى عالي كأنها مجسمات صغيرة، بالواقع هي صور حقيقية ولكن تم التعامل معها بتأثير التيلت شيفت، فبتبين عنا أنها صور مجسمات. بكل بساطة بنحدد على المكان اللي حابين نعمل عليه التيلت شيفت، وبنحدد قوة العزل من هون، وبنحصل على تيلت شيفت. الصورة هاي ما راح تزبط تيلت شيفت لأنه ما فيها الارتفاع اللازم. غالبا لازم يكون على مرتفع عالي مثل سطح مبنى أو من طائرة وكذا. الخيار اللي بعده الريسايز هو إنك تغير أبعاد الصورة. برامج تطلب أبعاد معينة للصورة حتى تقدر تنشر فيها، فمن هون بتقدر تغير الأبعاد. هون فينا نغير، نقلب الصورة 90 درجة أو نعمل تأثير مرآة. الإيفكت مهم جدا. عنا البيبر. البيبر هو بيعطيك نظام أو بيعطيك صورة عتيقة أو قديمة وتأثير جميل جدا، غالبا بيستعملوه مصورين الستيل لايف. عنا الكولرز. الكولر سبلاش انك تعمل عزل لوني للصورة بحيث الصورة كلها ابيض واسود، فقط عنصر معين بالصورة يبقى اللون فيه مثل ما هو. الكولر ريبليس هو انك تغير لون معين بالصورة. الاخضر مثلا شايفين، غير لونه مثلا الاصفر، الاحمر، اورانج وخلافه. الخيارات المتبقية هي خيارات مو كتير بتلزم، مثل بلاك اند وايت، الساتوريشن، نيجاتيف، تعديل الساتوريشن، تضيف تعمل تشبع لوني للصورة. الخيار اللي بعده الدراو، قلنا ممكن نحكي عنه بدرس مستقل لأنه شامل وبيحتاج كتير شرح. الخيار اللي بعده هو التكست. التكست إضافة نص للصورة. وكليب آرت. الكليب آرت والستيكرز، تضيف استيكرات للصورة.
لينس فلير، تضيف أشعة شمس للصورة، وباقي الخيارات إطارات وماسك وخلافه. والشوب أنك تشتري أو تحمل بعض الخطوط أو بعض الاستيكرات، أو ممكن تساعدنا بالتصوير. هذا كان الشرح سريع والأهم اللي ممكن نستخدمه ببرنامج البيكس آرت. إن شاء الله إذا حابين تسألوا عن أي شيء اتركوا لي كومنت، وإن شاء الله راح أرد عليكم بأسرع وقت. شكرا كثير على المتابعة. بتشكركم على دعم الصفحة ونشر المقطع الفيديو، ولا تنسوا تعملوا لايك واشتركوا بالقناة، وشكرا كثير. مع السلامة.